السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السنترال فينوس بريشر والسنترال لاين واللي هو يعني السنترال فينوس اكسس، وهنتكلم كمان عن البالمونري ارتري كاتيتر اللي اختصارها باك. قبل ما ابدأ احب اتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، استاذ التغذية بجامعة الازهر واستاذي، لان انا الموضوع ده بالذات خدت منه توجيهات كتير فيما يختص بالسنترال لاين، يعني كان من فترة طويلة يمكن من شهر 7/2019، ومن ساعتها بحاول اعمل الفيديو ده، وكل لما اجي اعمله يحصل لي مشكلة، يعني مش عارف ليه، يعني الفيديو فقري بصراحة يعني، بس الحمد لله دينا اخيرا بنسجله وربنا يستر بقى. نبدأ على طول، هنتكلم الاول عن السنترال فينوس اكسس او السنترال لاين. امتى اركب سنترال لاين؟ وقبلها نتكلم اصلا عن سنترال لاين. سنترال لاين معناه ان انا هركب لاين ماشي او فينوس اكسس على سنترال فين. سنترال فين اللي هو له اتصال مباشر او شبه مباشر بالهارت، اللي هو قريب جدا من القلب يعني. فعندنا ده رايت اتريوم متصل بيه سوبيريور فينا كيفا. سوبيريور فينا كيفا داخل عليه الانترنال جاجولار فينز رايت وليفت، وعندنا السب كليفيان فينز رايت وليفت، وعندنا الانفيرو فينا كيفا من تحت متصل بيه الايه الفيمورال فين. تمام، دي الفينز اللي احنا عاده ما بنتكلم عن سنترال اللي بنركب فيه. ممكن تركب في انت كيوبيتال فوسه، ممكن تركب مش عارف اللي هو الاكزيلاري فين. الاكزيلاري فين اصلا هو بعد كده بيكمل سب كليفيان يعني، وحاجات تانية، بس احنا عاده لما بنتكلم عن سنترال لاين احنا في شغلنا عاده بنركب في الثلاثه دول اللي هم الثلاثه الاساسيين. امتى اركب سنترال فينوس كاتيتر او سنترال فينوس لاين؟ اول حاجه هارد كانيوليشن، لو انا عندي مريض مش قادر اركب له بريفرال فينوس لاين لاي سبب إن كان، في هذه الحاله بلجا للسنترال لاين. زي العين البيرن، عين عنده حروق كتير ومش عارف اركب له، اركب له سنترال لاين. عيان اوبيز قوي مش لاقي له لاينز، عيان الكانسر بيشنت اللي عاده بتكون الفينز بتاعته صعبه بسبب الكيمو والراديو اللي بياخدهم. تاني حاجه الاوبريتيف بروسيدجرز اللي انا بتوقع وجود فيها، ما هنقول مجازا الميجر فلويد شيفت، العيان ده هينزف كتير، العيان ده انا هحتاج اديله محاليل كتير، محتاج اديله دم، عيانا هديله دايوريتكس وحاجات وكده، فانا محتاج اقيم الفوليوم بتاع المريض، ومحتاج ان انا اديله محاليل زي ما بيحصل في نيورو سيرجري مثلا والفاسكولار سيرجريز والعمليات الكبيره بصفه عامه يعني. وما دام اتكلمنا عن نيورو سيرجري فبيحصل طبعا اير امبوليزم في حالات الكرينيوتومي، خصوصا في البوستيرو فوسا والبوزيشنز بتاعت البيتش تشير بوزيشن قاتله الله، والحاجات اللي ايه اللي من النوع ده. ففي هذه الحاله انت ممكن تعمل اير امبوليكتومي باستخدام السنترال لاينك، معاك محلول بقى، او لما بتشوف الساينز بتاعت الاير امبوليزم بقى على الكابنوجرام والبلاد بريشر والهارت ريت والحاجات دي، بتقول للجراح يوقف شغل وهيفلوت بقى المكان بسلاين، ويحط سوكت مش عارف تاولز عشان ما يحصلش مور اير ساكشننج ومش عارف ايه، وبعدين انت تنام تنزل راس العين لتحت، ولو تعرف تنامه على جنبه بحيث الرايت اتريم يكون فوق، وبسترنج بقى عن طريق السنترال لاين تبدا تحاول تسحب الاير امبوليزم. لو انا هدي العين لونج تيرم اي في، اي في بقى فلويد ثيرابي، بارنترال نيوتريشن، ميديكيشنز زي مثلا كانسر بيشنت برضه بيركبوا لهم نوع من السنترال لاين عشان الكيموثيرابي، بدل ما كل مره هياخد العلاج اركب له كانيول هو اصلا صعب، فانا اركب له سنترال لاين وايه وراح دماغي. انسيرشن اوف اي في بيسنج الكترودز، البلازما فريسز والدياليسز، الدياليسز برضو لهم سنترال لاين اللي هو المهوكر اللي هو المسات الكبيره 11 و12 وكده، بيكون لها تو بورتس، واحد ارتيري واحده فينوس عشان الغسيل. والدراجز ذات ار برون تو كوز فليبايتس او اللي هي الفازو اكتيف دراجز، يعني زي مثلا اشهر حاجه ايه البوتاس، البوتاسيوم دي ماده كوستيك دراج ممكن يعمل في البايتس في البريفرال فينز، فانت بتركب له سنترال ماشي، او كيموثيرابي والهايبرتونيك سوليوشنز والحاجات دي. الفازو بريسور زي الادرينالين والدوبامين والحاجات دي، لان بتعمل فازو كونستركشن. وكان من سنتين كده ولا حاجه كان في طفل في احدى الحضانات وركبوا له ادرينالين على البريفرال لاين وحصل له جنجرين، وكانت قصه يعني سيئه. فانت المفروض لما تستخدم هذه الادويه يفضل تركب سنترال لاين. والاستخدام بقى اللي احنا بنتكلم عشانه وعن الليله دي كلها هو قياس السنترال فينوس بريشر. طيب اللي قدامنا دي ده السيت بتاع السنترال لاين، في سرنجه وابره، جايد واير ودايليتور، مشرط والقسطره.
القسطرة طبعا في منها مقاسات وأطوال حسب الايدج بتاع البيشنت، هل هو بيديتريك هل هو أدلت. وفي البورتات دي ليها كذا نظام، يعني ممكن تبقى سنجل بورت، ممكن دبل بورت، ممكن تريبل زي اللي قدامنا، ممكن تكون 5 بورت، مش مشكلة خالص. ان جنرال كده احنا بنركب القسطرة ازاي؟ أول حاجة لازم تبقى انت متأكد ان العيان عامل تحليل كوجوليشن بروفايل يكون كويس، مفيش مشاكل المفروض يعني. نمرة واحد. نمرة اتنين، حضرتك هتوصل العيان على مونيتور بالس اوكسيمتر وجهاز ضغط، ويفضل الاي سي جي كمان. نمرة تلاتة، احنا بنشتغل اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، يعني المفروض العيان ده بيتعقم كويس، وانت بتكون لابس جوانت معقم وجو معقم وتفرش فوط معقمة وتحط على الأسرع على ترابوزة معقمة وكلام زي كده. بعدين هتحضر لوكال اناليتيك بسرنجة صغيرة سن مثلا 3 سنتي 5 سنتي، وبعدين بتخش عند الانتري بوينت اللي هنتكلم عنها دي باللوكال، وبعدين بنفس السن السرنجة اللوكال دي بتعمل لوكاليزيشن للفين حسب بقى الانجل والكلام برضو اللي هنتكلم عنه عند كل واحد دلوقتي. بعد ما بتلوكالايز الفين بسن السرنجة او بالسرنجة الصغيرة، بتخش بقى بالابرة دي مع السرنجة دي نفس الدايركشن ونفس الانجل عشان تجيب الفين. بعدين لما بيكون في بلاد فلو باسبريشن بالسرنجة، يعني هتشيل السرنجة، او ساعات بيكون في سرنجة فيها فتحة من ورا عشان تعدي منها الجايد واير، هتركب الجايد واير، بعدين تشيل الابرة وتسيب الجايد واير مكانه. هتجيب الدايليتور تركبه على الجايد واير بالمشرط، توسع في السكن الدايليت بالدايليتور، بعدين هتسيب الجايد واير مكانه وتشيل الدايليتور وتبدأ تركب القسطرة فيما يسمى بسلدنجر تكنيك. المفروض القسطرة دي تكون فلاشد بسلاين بمحلول او حاجة عشان تقلل فرص الاير امبوليزم، وفي ناس بتحب تحط عليها هيبرين كمان عشان ما يحصلش تجلط فيها يعني. وبعدين بعد ما تركب القسطرة وتشيل الجايد واير، المفروض مثلا يطلع من بورت هنا غالبا بيكون اللون المخالف، يعني زي دي مثلا غالبا هيطلع من هنا مثلا، فانت شلت الجايد واير، المفروض تقفل المخرج بتاع الجايد واير ده بصباعك عشان ما يخشش اير، ما يحصلش اير امبوليزم. هنرجع للصورة دي تاني. احنا هنركب السنتر لاين فين؟ هنركبه زي ما اتفقنا انترنال جاجولار مثلا سب كليفيان تيمورال، ده بالنسبة لللاين ماشي الحال. شوية معلومات بقى بسيطة كده، ايه احسن واحد نركب فيه عشان نقيس السي في بي؟ قالك الرايت انترنال جاجولار. ليه؟ لانه اندايركت كونتينيوتي مع الرايت اتريوم، ده يعتبر خط مستقيم عكس اللي جاي بانجل، عكس اللي جاي من بعيد خالص زي الفيمورال، ده بعيد جدا فانت هتقيس منه سنترال فينس بريشر ازاي. فلما تحب تقيس سي في بي لو انت كده، احسن واحد تركب فيه هو الانترنال جاجولار. طيب العيان شوكد مثلا او كذا، تركب فين؟ قال لك والله العيان الشوكد يفضل تركب فيه سب كليفيان. ليه سب كليفيان؟ السب كليفيان ده متر بتاعه اكبر من الانترنال جاجولار شويه. نمره واحد. نمره اتنين، ما بتاثرش بالبوزيشن. الانترنال جاجولار لما هنتكلم بعد شويه، الانترنال جاجولار بوزيشن العيان بيأثر على الفوليوم او حاجه اسمها جاجولار فينوس بالس، هنتكلم عنها بعد شويه. فاحيانا في العيان الشوكد ومع تغيير البوزيشن بيكون تركيب الانترنال جاجولار صعب، في هذه الحالة السب كليفيان بيكون اختيار موفق، ان هو لا يتأثر كتير بحكاية الشوك، مش زي الانترنال جاجولار يعني بسبب الدايمتر بتاعه كبير. تاني حاجة، ملوش علاقة بالبوزيشن بتاع المريض قوي زي الانترنال جاجولار. الانترنال جاجولار يفضل لو انت بتعمله هتحط العين في ترند لمبرج بوزيشن، راسه تكون لتحت يعني منخفض عن باقي جسمه عشان بالجرافيتي البلاد يبدأ يطلع لك في الانترنال جاجولار، وتعرف ايه تشوفه او تقدر تركب فيه بشكل احسن خصوصا في البلايند تكنيك. قال لك كمان بقى بالنسبه للعيانين بتوع الدياليسز، ال سب كليفيان فينز طبعا هو عاده بيركب الايفي شانت والحاجات دي بتتعمل، او الايفي فيستر بتتعمل في الابر ليمب. فقال لك لما العيان طبعا في الفتره الاولى بيكون بيغسل عن طريق قسطره، فقال لك القساطر يفضل تركبها في الرايت انترنال جاجل زي ما قلنا والليفت سب كليفيان. طب ليه؟ قال لك والله احصائيا، يعني احصائيا لو الناس اللي بتركب قساطر في الليفت سب كليفيان لما بتعمل ايفي فيسترا في الليفت ابر ليمب بتشتغل احسن ومدة اطول، ما يحصلش مشكلة ما بتقفش يعني. لكن الناس اللي بتركب قساطر في الرايت سب كليفيان وبتيجي بعد كده تعمل شنط في الرايت ابر ليمب، بتفالير الفيلير ريت بتاعها اعلى يعني احصائي، دي حاجة احصائية يعني ان الليفت سايد احسن. طيب انا لو هركب قسطره تحب تركب يمين ولا شمال؟ تحب تجرب فين الاول؟
الانترنال شغال برضو الرايت سايد احسن. الرايت سايد في السب كليفيان هو مور سيف. ليه؟ قالك لان الدوم بتاعت البلورا على الليفت سايد بتكون اعلى، دي حاجه. يعني الحاجه التانيه ان احنا عندنا هنا على الليفت سايد حاجه اسمها ثوراسيك داكت، ودي كتير بيحصل لها انجري فبتعمل حاجه اسمها كايلو ثوركس. فمن ناحيه السيفتي الرايت سايد في السب كليفيان احسن من الليفت سايد، لكن برضو احصائيا لقوا ان الميس بليسمنت على الرايت سايد اكتر. قال لك ان في هنا لو انت واخد بالك ان الانجل دي تقريبا 90 درجه، فبيحصل كتير جدا ان القسطره وهي داخله بتعدي الناحيه التانية او تطلع في الانترنال جاجلر احسن، هي تفضل ذلك. يعني بتحب تروح ناحيه تانية سواء انترنال جاجلر او سب كليفيان احسن، ده بالنسبه يعني حاجه بتحصل يعني اكتر من انها تخش على الرايت اتريا. لكن الليفت سايد جاي زي ما انت شايف بخفه ودلع كده، فايه المس بليسمنت بالنسبه لها بتكون اقل. وفي كل الاحوال الابره اللي احنا شفناها في الصوره اللي فاتت، المفروض ان الابره دي ليها بيفل زي ما انت شايف كده، والبيفل ده بيكون قصاده هنا على الابره من فوق بيكون في سهم بيوريك البيفل فين. فانت المفروض وانت داخل في السب كليفيان فين تحاول تخلي البيفل ناحيه تحت عشان الجايد واير ينزل على الرايت اتريوم بدل ما يروح ايه الناحيه الثانيه. وبعد ما تركب السنترال لاين هتبدا تشوفه بشيست اكس راي. ماشي الحال. الفيمورال بين الاكسسبيلتي بتاعته اسهل، وبروتوكولات كتير جدا في حالات البوست اريست والحاجات دي بتلاقي دايما يقول لك ان انت تركب سنترال لاين برضو في الفيمورال فين، وبتركب ساعتها انفيزيف بلاد بريشر برضو في الايه فيمورال ارتري. ما علينا الكلام ده بقى لوقته. طيب احنا دلوقتي عايزين نركب السنترال لاين. السنترال لاين بيركب يا اما بلايند تكنيك يا اما الترا ساوند جايدد، هنتكلم عن الاثنين. طبعا انا مش هينفع احط فيديوهات، فانا ممكن احط لينك الفيديو حد بيشرح وجايب يعني لايف ازاي بيركب البتاع، بس هنتكلم احنا بشكل نظري. يعني عندنا هنا الاسترنوكليدوماستويد ماسل لها تو هيدز، لها استرنال هيد وليها كلافيكولر هيد، فده عامل زي مثلث قاعدته الكلافيكل. الانترنال جاجلر بين ماشي في هذا التراينجل ورا الاسترنال هيد، يعني المفروض يعني ماشي لاترال الكاروتيد ارتري، ده المفروض برضو. وهنتكلم القصه دي دلوقتي. ففرضا ان احنا هنركب بلايند تكنيك، اللي بيحصل كالاتي: العين هينام سوباين زي ما قلنا، هتحاول تحط في تاني البرج بوزيشن ان راسه تكون اقل في الارتفاع من بقيه جسمه عشان الجرافيتي الدم يطلع لك والدنيا تكون اسهل. ماشي. بعدين هتخش بالابره، هتحس طبعا كاروتيد بالس عشان تبقى عارف في الارتري فين، وتخش لاترال ليه عشان تجيب الفين. ماشي. تخش على السكين بزاويه حوالي 30 ل 45 درجه ناحيه الابسي لاترال نيبل، تخش في نفس اتجاه النيبل لنفس الناحيه. المفروض بعد مسافه قصيره جدا هتجيب الفين وتلاقي بلاد فلو، وتبدا بقى تشار زي ما اتفقنا كده، تشيل تحط الجايد واير، تشيل السرنجه تحط الجايد واير. ساعات بيكون السرنجه فيها خرم من ورا كده، تعدي منه الجايد واير الاول قبل ما تشيل السرنجه يعني، وتكمل بقى زي ما اتفقنا في التكنيك اللي فات. المشكله فين؟ المشكله قال لك ان النورمال اناتومي ان الفين يكون لاترال ارتري، ده مش موجود في كل الحالات. في حالات كتير جدا بيكون في كروسنج توصل ل 54%، يا اما الارتري جاي قدام الفين يا اما الفين جاي قدام الارتري. وبالتالي كتير جدا تلاقي العين رفيع والدنيا معاك شكلها حلو وظريف كده، وتيجي تخش تلاقي نفسك يا اما جايب ارتيريال بلاد يا اما انت ماشي في الايه في الهواء الطلق، ما انتش بتجيب الفين. عشان كده بدانا نشتغل بسونار. الصورة دي فيها الإحصائية الخاصة بحكاية البوزيشن بتاع الفين بالنسبة للأرتري. طبعا انت بتشتغل بالسونار بتكتشف ان انت كنت يعني في البلاين تكنيك ده بطل، ان انت بتقول انا كنت بركب القساطر دي ازاي. ده الفرونت سكين سيرفيس او الشيست بتاع المريض، وده الباك، وده الكاروتيد ارتري، ده الرايت سايد وده ليفت سايد. 1% من الحالات بيكون الفين انترو ميديال، 1% بيكون بوستيريور الارتري. فانت تحس الكاروتيد بالس، تخش بلايند تكنيك زي ما اتفقنا لاترال لي ناحيه الابس لاترال نيبل، ما انتش لاقي حاجه. ليه؟ لان الفين انترو ميديال او بوستيريور اصلا ورا الارتري، فانت مش لاقيه. 14% من الحالات بيكون انتيريور الارتري، يعني انت حاسس الارتري وانت قافل الفين وانت مش واخد بالك، يعني انت حاسس البالس تقول هو اللي عنده البالس بتاعه بعيد كده ليه وكده، وانت اصلا قافل الفين معاك وبرضه تخش لاترال ما انتش لاقي حاجه. 66% في ليفت سايد و70% على الرايت سايد بيكون انترو لاترال، لاترال بس انتيريور، فدي بتكون سهله في التركيب. و14% بيكونوا ايه
بوسترولاترال. طبعا دول منهم 54% في الكروسنج اللي قلنا عليه، ماشي الحال كده. فانت يعني احنا ماشيين كلنا يا باشا ايه، ماشيين بنور الله وربنا ايه كرمنا بقى. فالرجاله قال لك ما دام الدنيا كده، طب ما نستخدم السونار بقى عشان نخلص. يعني ما دام هو انت في فاريشن كبير قوي في البوزيشن بتاع الفين والارتري، فنستخدم الالترا ساوند. الالترا ساوند زي ما اتكلمنا فيه، طبعا ده بيوريك يعني ده الارتري، هو ده انتين جاجولار فين، هنا لاترال خالص ماشي. طبعا ده مثلا فرضا يعني ان دوت الليفت سايد، يبقى هنا الفين فين، انتروميديال اهو ماشي، فمش في البوزيشن المعتاد ليه. يعني زي ما اتفقنا احنا هنستخدم البروب في الفيديو بتاع السونار اللي كان عنه المره اللي فاتت. عندنا حاجه اسمها شورت اكسس وحاجه اسمها لونج اكسس. شورت اكسس ان انت قطعت الفين في نقطه، فبتشوف الفين دايره قدامك كده ماشي، او بتخش لونج اكسس فبتشوف الفين خط طويل كده ماشي الحال. فده شورت اكسس تشوف دواير، لونج اكسس خط طويل، الاوبليك حاجه ايه ما بينهما كده. طب انا هعرف الارتري والفين ازاي؟ انا شايف اتنين فيسلز او دايرتين سود قدامي. قال لك والله الارتري اول حاجه هتلاقي ان في بلسيشن ماشي الحال. نمرة اتنين ان الفين ده كومبريسبل، لما انا ادوس بالسونار اعمل كومبريشن بالسونار كده لتحت بالبروب، يعني هلاقي ان الفين ده بيتقفل بينما الارتري مش هيتقفل. تمام. الدايمتر طبعا بيفرق، ان الارتري هيكون الدايمتر بتاعه اصغر من الفين. والحاجة اللي بعد كده اللي هي كلر دوبلر، ان انت بتعمل كلر دوبلر وبتبدأ تشوف البلاد فلو ماشي في انهي اتجاه. لو ماشي ناحية البروب وانت عامل بروب ناحية فوق، اللي يمشي ناحية البروب هيكون لونه ايه؟ لونه احمر صح، هو الفين بس. زي ما اتكلمنا في الحكاية دي المرة اللي فاتت، ان احمر وازرق ملهاش علاقة بفين ولا ارتري، يعني ليها علاقة البلاد فلو ماشي ناحية البروب ولا بيبعد عنه. فانت بتشوف انت موجه البروب في انهي اتجاه، والبلاد فلو اللي بيقرب منك المفروض جاي من الفين ولا من الارتري، وتعرف ده الارتري ودوت الفين. طيب انا شايف دايرتين اللي هم دول ومش متاكد اصلا ان ده، هل دوت فين ولا دي سيست مثلا ولا اي حاجه، ايش عرفني. ففي هذه الحاله انت ممكن تعمل الاخ ده عمله، انا هجيب شورت اكسس شفت الدايرتين عايز اتاكد ده الفين، هحطه في نص الصوره زي ما ده كده يعني قدامنا، دي تقريبا في نص الصوره، في نص الصوره في نص البروب بالظبط. وبعدين هلف البروب هعمل روتيشن 90 درجة، هبص الاقي الدايرة دي اتقلبت خط طويل. اذا انا فين كده؟ يبقى ده الفين، ده مش سيست ولا حاجة، ده فينوس ستراكشر او فاسكولار ستراكشر يعني. طيب هل هستخدم، هل يعني هستخدم شورت اكسس ولا لونج اكسس؟ برضو احصائيا المفروض ان لونج اكسس فرص النجاح فيه اكبر، خصوصا انك بتخش بالابرة في هذه الحالة ان بلين، فانت بتبقى شايف الابرة على طول بما في ذلك التب، فانت متأكد ان انت في الفين. لكن الشورت اكسس طبعا السكسس ريت بتاعه اقل من اللونج اكسس. المشكله ايه بقى؟ المشكله ان احنا عندنا الترينجل بتاع السيرنوم السود ماسل ده مش فدان يعني. فانت لما تيجي تحط البروب اللي هو ممكن يكون كبير في الحجم، يعني طبعا بنستخدم الفاسكولار بروب او اللينير بروب يعني، فانت لو حطيته كده مفيش اصلا مكان تخش بالابره، انت ممكن تملى الترينجل كله بالبروب ده. فده لو انت عندك عيان كمان اوبيز بقى وشورت نيك، طبعا دي حاجه صعبه جدا. فكتير من الناس او معظم الناس بيحب يستخدم الشورت اكسس اكتر، هيحط البروب شورت اكسس ويخش اوت اوف بلين. طيب الاوت اوف بلين كان في مشكله اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، ان انت بتشوف الابره في نقطه، فممكن تكون التب بتاعت النقطه بتاعت الابره معديه البروب وانت شايف نقطه مش عارف دي ايه. قلنا المره اللي فاتت عشان تتاكد ان كان دي الابره ولا لا، هتبدا ترجع بالابره او تحرك البروب، لو لقيت التب اختفت او الابره اختفت من الصوره يعني، يبقى دي كانت التب. لو انت حركت الابره ماشي ولسه شايفها على الصوره، يبقى دي مش التب. هنا في بقى في الفاسكولار اكسس حاجه مختلفه عن البلوكات. يعني في البلوكات حكايه التب بتاعت الابره دي مهمه جدا اشوفها، عشان انا ممكن اكون بره الاستراكشر، انا عايز يعني بعيد عن النيرف اللي انا عايز احقن جنبه اللوكال اناتيتيك يعني. لكن انت هنا معاك ميزه، وهي ان الابره في معاها سرنجه بتجيب لك بلاد فلو. يعني انا لو مش شايف التيب حتى بتاعت الابره، بس انا جايب الفين وداخل في الدايركشن بتاعه وشايف ان الابره داخله جوه الفين، بسحب بالسرنجه في بلاد فلو، يبقى انا ايه؟ اكيد جوه الفين صح كده. طب انا مش متاكد برضو ساعتها، زي ما اتفقنا برضو هتلف الايه البروب، لف البروب زي ما الاخ ده عامل كده. يعني هو دخل هنا شورت اكسس بعدين دخل بالابره جوه الفين، عايز يتاكد، لف البروب خلاه لونج اكسس، فجاب الفين بالطول والابره جوه ايه؟ جوه. يبقى انت كده اتاكدت ان انت جوه الفين يا باشا ماشي. طيب ده بالنسبه للانترنال جوجلر فين. طيب السب كليفيان بقى، السب
بلان تكنيك، انت حضرتك هتجيب ايدك، مش عارف تجيبها منين، المفروض تكون معاك يعني، وهتحط صباعة تحت الكلابيكل الميديال ثيرد واللاترال تو ثيردز، تمام ماشي، وتحط الصباع التاني فين؟ في السوبرا سيبنال نوتش، ماشي، وبعدين بتخش بالابره تحت الكلافيكل في الاتجاه بتاع سوبرا سيبنال نوتش. المفروض انك بتلاقي الفين على طول على مسافه قريبه مش بعيد يعني، ماشي الحال كده. ده بالنسبه ايه للبلايند تكنيك. بالنسبه للالترا ساوند زي ما انا لسه قايلك دلوقتي، الحته دي صغيره، هنحط البروف فين هنا؟ يعني انت هتحط البروف فين اصلا؟ الفين معدي ورا الكلافيكل بعدين، فانا او الفيرست ريب ولو قصه كده، فانا عايز، انا عايز اجيبه في الحته دي، هخش هنا منين واحط البروب ازاي؟ فكان زمان الالترا ساوند جايد التكنيك في السب كليبيان فين كانوا بيركبوا ساعات القسطره سوبرا كلافيكلر. ممكن تركب انف كلافيكلر عادي، بس ممكن يحطها سوبرا كلافيكلر. كان في هذه الحاله بيحط البروب في الناحيه الثانيه، يعني عايز يخش انف كلافيكلر، فكان يحط البروب فوق الكلافيكل فيشوف الفين، ويخش بالابره من بعيد من تحت الكلافيكل، البروف فوق الكلافيكل والابره جايه من تحت، والعكس بالعكس ماشي. او ساعات لما كان يخش سوبرا كلافيكلر كان يجيب البروب اللي هو الايه الكافيتري بروب اللي هو الفاجينال البروب يعني، ويحطه في الانجل هنا اللي بين الساب كليبيان والايه والانترنال جاجولر، ويخش سوبرا كلافيكلر على اساس ان هو يعتبر هاي فريكوانسي بروب. احنا عايزين هنا فريكوانسي عاليه عشان يكون الريزولوشن عالي، ومش عايزين بنتريشن، احنا بنتكلم في سوبرفيشال ستراكشر زي ما كان في الالترا ساوند. فالكافيتري بروب ده اللي هو الفاجينال بروب، ما هو يعتبر زي سوبرفيشال بروب، هاي فريكوانسي بروب في الاخر، فكان نحطه في الانجل دي ويخش سوبرا كلافيكلر، حاجه طبعا خزعبليه جدا، وطبعا جنب بقى اللنج والبلورا، وليلتك سعيده جدا يعني. ما علينا من الهري ده كله، دلوقتي بيحصل ايه بقى؟ دلوقتي قال لك احنا ممكن نخش بالابره اوت اوف بلين برضو وفي شورت اكسس. ازاي؟ انا مش هينفع اجي بقى من عند الكلافيكل في الحته اللي انا متصور فيها ادور على الفين الارتري. قال لك عشان اتاكد ان انت عند الفين مظبوط، تعالى بالبروب ده ناحيه الاكزيلا شويه، يعني تعالى حط البروب هنا لما كان اسمه لسه الاكزيلاري فين، ويمشي معاه لحد ايه؟ لحد هنا. طبعا في الاكزيلاري فين ده بيركب فيه سنترال لاين برضو، يعني انت ممكن تركب سنترال لاين من عند الاكزيلاري فين من هنا ماشي، لكن احنا الساب كليفيان في المكان ده هيكون اسهل يعني المفروض. فانت المفروض بقى تعمل ايه سيادتك؟ هتيجي بالبروب من عند الاكزيلا قريب من الاكزيلا كده، تجيب اكزيلا ريفين وتمشي بالبروب مع البين تمام في الحته المعهوده للانتري بوينت بتاعتك، وتخش اوت اوف بلين زي ما الاخ ده عمل هنا في الاخر. طبعا هو هنا جاب الاول الفين، هيشوفه في لونج اكسس ماشي، من الاول بقى خالص من الاكزيلر لحد الساب كليفيان هنا، هيخش بالابره فين؟ مفيش مكان يخش بيه اصلا تمام. في الاخر قلب البروب عمله على شورت اكسس، جاب الارتر والفين، وهيخش بالابره بقى ايه في نفس المكان العادي بقى ماشي. ده بالنسبه لمين يا سيدي المعلمين؟ للساب كليفيان فين. الفيمورال فين بقى زي ما اتفقنا هو جاي على الكومن اليك فين، وبعد كده الانفيرو فينا كيفا، الانتري بوينت بتاعته تحت الايه الانجوينال ليجامنت. البلايند تكنيك حضرتك هتيجي على الانجوينال ليجمنت على الميديال ثيرد بتاعه كده، وهتحط مثلا ثلاث صوابع كده ماشي تحت الانجوينال ليجمنت على طول، هتحس البلسيشن بتاع الارتري تحت اي صباع منهم. الفين بقى في هذه الوضعيه هو ميديال للارتري، فمثلا يعني حسيت البلسيشن تحت الميدل فينجر، فانا بلايند تكنيك هخش بقى بالابره تحت الاندكس ماشي ناحيه مين؟ ناحيه الامبليكس. برضو ده سهل جدا، والمفروض ان هو قريب جدا، يعني انت هتخش بالابره حاجه بسيطه خالص هتلاقي الفين على طول، ما عندكش مشكله خلاص. طيب انا عايز اعمل ايه؟ الترا ساوند جايدد، هتستخدم برضو الشورت اكسس. شورت اكسس شعبيته كبيره في القصه دي، في السنترال فينس اكسس يعني، واللي استخدم لونج اكسس ما فيش مشكله زي ما اتفقنا، السكسس ريت احصائيا في اللونج اكسس الامبلين اكتر من السكسس ريت في الشورت اكسس اوت اوف بلين، بس في الواقع الناس بتستخدم شورت اكسس لانه اسهل، احنا عندنا مساحات صغيره، رقبه العيان محدوده، حته بتاع السب كليفن دي محدوده، عايز اشوف الفين تحت الانجوينال ليجامنت محدوده، فانا عشان احط لونج اكسس بقى واقعد بتاعته تبقى صعبه شويه. دي كانت الانديكيشنز والتكنيك للسنترال فينوس اكسس. ايه الكونتر انديكيشنز بقى؟ اول حاجه بليدنج تندنسي، العيان عنده مشكله في الكواجيوليشن تمام، المفروض ان انت مش هينفع تركب له سنترال لاين عشان ما يحصلش هيماتوما. وهنا يقول لك لو انت هتركب سنترال لاين مثلا
في الجزء العلوي سواء انترنال جاجولار سب كليفيان، حاول انت تجرب على ناحيه واحده خصوصا في الانترنال جاجولار، لان انت لو عملت انجري للارتري مثلا او العيان عنده مشكله في الكوجوليشن حتى مع الفين ممكن يحصل هيماتوما، الهيماتوما دي ممكن تضغط على التراكيه. لو حضرتك جربت مثلا على الليفت او الرايت انترنال جاجولار الاول ما جاش معاك، قمت متشامل وجاي الناحيه الثانيه على الليفت انترنال جاجولار قمت عامل هيماتوما الناحيه دي، هيحصل كومبريشن على التراكيه والعيان ممكن يحصل له مشكله كبيره. فتحاول دايما تركب على ناحيه واحده ماشي، حتى عشان تدي فرصه لو انت ما عندكش اكسبيرينس الكافيه، لو حد جه بعديك عنده اكسبيرينس احسن ممكن يلاقي حته يشتغل فيها يعني. فانت ما تجربش رايت وليفت انترنال جاجولار، ما جبتش الرايت انترنال جاجولار وعايز تعمل انت ترايل تانية، خش مثلا الرايت سب كليفيان برضه، خش نفس الناحيه ماشي الحال، او روح على الفيمورال وراح دماغك، انما ما تجربش انترنال جاجولار على الناحيتين. البيدنج تندنسي كتير في حالات الهيباتيك، عن الهيباتيك وعندك في الاي سي يو انت محتاج تركبه سنترال لاين فبيركب في الاخر ده كونسنت، بتحاول تصلح طبعا المشكله بتاعت كوجوليشن وممكن ايه الترا ساوند جايدد، او تركب بقى مثلا فيمورال او حاجه تكون اكثر امانا يعني. انفكشن ات انسيرشن سايت، رايت اتريوم تيومرز، فانجيتنج تراكازيت فيجيتيشنز، كل الحاجات دي من ضمن الكونتر انديكيشنز بتاع تركيب السنترال لاين. الكومبليكيشنز بتاعته اول حاجه الميس بليسمنت، عشان كده يفضل ان انت تعمل شيست اكس راي بعد ما تركب سنترال لاين. الشيست اكس راي مش هدفها ان انت تشوف نيموثوركس اللي هو من ضمن الكومبليكيشنز، لان النيموثوركس ممكن بالابره بتاعتك دي يبان بعد 12 ساعه، فانت المفروض لما انت بتركب سنترال لاين تعمل شيست اكس راي تتاكد ان القسطره داخله في مكانها مظبوط، وبتقول للعيان لو حصل له مشكله في النفس او حاسس ان عنده حاجه ده لو روح يعني. مثلا بيحصل في عيان مثلا كتير عيان دايلسيس مثلا بيجي ويغسل وبيروح البيت، فبتفهمه ان لو في مشكله عنده في النفس لازم يجي المستشفى. تمام، كاروتيد وسبكليفين فيمورال ارتري بانشر، دي طبعا من ضمن المشاكل، وزي ما قلنا عشان كده دايما تجرب على ناحيه واحده، بلاش تجرب الناحيه دي وتروح تلعب في الناحيه الثانيه. الريذميا دي بتحصل من الجايد واير وممكن من القسطره نفسها لو دخل في الرايت اتريوم. الجايد واير ممكن يكمل لو انت زقيته كتير يخش جوه الفنتريكل ويخبط لك في البندل ويعمل لك مشكله. لو حصل الريذميا هتعمل ايه؟ هتتعامل معاها، اول حاجه تعمل ويدرول للحاجه اللي انت دخلتها، يعني دخلت جايد واير مثلا حصل الريذميا فيبقى انا كده فاهم ان انا دخلت خبطت في الاس اي نود، دخلت في الاتريوم كتير، دخلت في الفنتريكل فابدا اسحب والقسطره كذلك. اير ثرومب او ثرومبس امبوليزم، اير امبوليزم دي بتحصل كتير مع الانترنال جاجولار لو انت رافع راس العيان تمام، خصوصا لو عنده شوك او حاجه بقى واصلا عنده يعني في نيجاتيف بريشر، هنا في هذه الحاله هيشفط الهواء يعملك اير امبوليزم. عشان كده لما تركب سنترال لاين اقل حاجه يكون عنده سوباين او راسه نازل تحت في ترند الامبيرج بوزيشن عشان ما يحصلش اير امبوليزم. نيموثوركس وهيموثوركس زي ما اتفقنا، وفي الحاله دي انت زي ما مش هتبان في الشيست اكس، ممكن ما تبانش في الشيست اكس راي في الاول، يعني انت ركبت القسطره نزلت تعمل شيست اكس راي الدنيا تمام، مش معناها ان انت مع انه ما حصلش انجري، ممكن تبان بعد 12 ساعه. فانت لو العين هيطلع اوت اوف هوسبيتال لازم تفهمه ان لو في حاجه في نفسه لازم يرجع لك تاني. ثوراسيك داكت انجري دي بتحصل على الليفت سايد، تعمل كايلو ثوركس، واخر حاجه الانفكشن، والانفكشن في السنترال فينوس لاين ده من اشهر حاجات في الاي سي يو في الانفكشن مع الباب واليوريناري كاثيتر تمام، وحاجات التانية بقى اللطيفه دي ماشي. هنتكلم دلوقتي عن السي في بي بقى، يعني انا دلوقتي كان في انديكيشن للسنترال لاين ركبناها بالتكنيك وعرفنا الكونتر انديكيشنز والكومبليكيشنز وكله تمام، انت ركبتها عايز تقيس السي في بي. ايه الفكره في السي في بي؟ الفكره في السي في بي ان احنا عندنا في فرق بين الارتيريال سيستم والفينوس سيستم. ايه الفرق ده؟ الفرق ده بيكون بين الارتر والفين في الدايمتر وفي الوول نفسه. ان احنا عندنا الوول طبعا بتاع سواء الارتر او الفين بيتكون من تونيكا ادفنتيشيا وتونيكا ميديا، وبعدين عندك التونيكا انتما. التونيكا ميديا دي المفروض اللي فيها السموس ماسل لاير ماشي الحال، بتكون في الفين ارفع من الارتري. الارتري الوول بتاعه اكثر سمكا والماسلز فيه السمك بتاعها اكبر من الفين، وده بيخلي اليومن بتاع الارتري اصغر من اليومن بتاع الفين ماشي. زي ما انت شايف نفس الكلام هنا اهو، دي تونيكا ادفنتيشيا وتونيكا ميديا وتونيكا انتما. تونيكا ميديا هنا كبيره جدا اكبر من هنا. طيب ده يفرق في ايه؟ ده يفرق في حاجه اسمها الكومبلاينس، ان الفينوس سيستم في الاخر هو كومبلاينس سيستم.
مادام الوول صغير والماسل لاير صغيره واليومن كبير، معناه ان الكباسيتي بتاع الفينوس سيستم اكبر والكومبلاينس فيه اعلى، فهو ديستندبل وهيستوعب وحاجات. وبالتالي قال لك ان تلتين البلاد فوليوم اصلا موجود في الفينوس سيستم. وحكايه الكومبلاينس بتاعت الفينوس سيستم دي بتخلي مثلا عيان لما يبقى نايم ويقف بيحصل بلاد بولينج ان ذا لور ليم، بيقول لك ان الدم بينزل بالجرافيتي تحت، بينزل قد ايه؟ بينزل 500 مللي في حالهم، نص لتر. ولولا ان الفينوس سيستم في اللور ليم ده فيه فالفات بقى واصلا ماشي جوه الماسلز، كان ممكن ياخد اكتر من كده كمان، فهو بيستوعب. فجه الرجاله قال لك طب ما احنا ما دام الدنيا كده، اذا لو انا قدرت اشوف البريشر في السنترال فينوس سيستم او في الرايت اتريوم، المفروض ده يكون معبر عن حاجه اسمها الاند ديستوليك فوليوم اللي موجود في الرايت فنتركل، لان هيكون الكومبلاينس بتاع الاتريوم والفنتركل بفرض ان تركز بالفالف كويس. فبالتالي انا ممكن اخد فكره عن البريلود زي ما انت شايف الصوره هنا، ده السوبيريور فينا كيفا وده رايت اتريوم وده رايت فنتركل. الاند ديستوليك فوليوم ماشي، او ده المفروض دي رسمه بريشر ماشي، البريشر في الاخر قريب، الاند ديستوليك بريشر في الفنتركل المفروض ان هو هيكون قريب جدا من الاتريوم. وقال لك ما هو الاتريوم في الاخر الفوليوم اللي فيه بينزل في الفنتركل، ما هو الفيلنج بتاع الفنتركل من الاتريوم. اذا لو انا قدرت اقيس البريشر ده هيعبر لي عن الفوليوم، فيديني فكره عن البريلود. خدت بالك؟ ده كان في واحد بقى اسمه لويس، ده دكتور ما في 1930 فكر في القصه دي كلها. قال لك دلوقتي انا عندي مريض ضغطه كويس ماشي، بس في مشكله في البرفيوجن، او ممكن نقيم البرفيوجن بحاجات، هشوف الكالر اوف ذا سكن، هل في موتلنج، هل في حاجه، هشوف الكابيلري ريفيل تايم، هيشوف اليورين اوتبوت، هيشوف التمبريتشر بتاع العيان، هيشوف البلاد بريشر ماشي الحال. طب العيان فيه مشكله بقى، فيه هايبوتنشن مثلا، طب الهايبوتنشن ده سببه مشكله في الكونتراكتيليتي ولا في مشكله في البريلود ماشي. هو عايز يقيم بقى البريلود عشان يفهم المشكله فين. فلقى في حاجه اسمها الجاجلر فينوس بالس. احنا دلوقتي هنحكي قصه لطيفه ماشي، ازاي تقيس السنترال فينوس بريشر ماشي نون انفيزيف. هي قصة لطيفة وقديمة المفروض، بس يعني ايه هنتكلم مع بعض. طيب الراجل ده لقى في حاجة اسمها Central Venous Pulse. ايه هو؟ لقى ان انت لو حطيت بيجيب تورش لمبة وبيحطها هنا ماشي قدام الاسترن وستويد الاسترن الهيد، لقى ان في بلسيشن في الانترنال جاجلر فين، في بلصاية قبل الفيرست هارت ساوند وفي بلصايه بعد السكند هارت ساوند. يبقى الفيرست بلس قبل الفيرست هارت ساوند والثانيه بعد ايه؟ السكند هارت ساوند. لقى ان الليفل بتاع البلسيشن دي بتختلف باختلاف بوزيشن المريض. يعني المريض لو نايم سوباين مثلا ارتفاعها مثلا من الكلافيكل مثلا 5 سم، لما العيان قعد لقاها الارتفاع بقى 3 سم بس. فقال لك يبقى اذا البلسيشن دي هو اعتبرها مؤشر عن البريشر ومؤشر عن الفوليوم. فاخترع القصه بتاعت الجاجلر فينوس بريشر بقى ان هو يقيس البريشر بارتفاع البالس ده. يعني هو هيجيب مسطره هيحطها فوق الاسترنم وهيجيب قلم، يعني هو حط مثلا دي مثلا مسطره وهيجيب قلم يشوف البالس ده ارتفاعه قد ايه في البتاع ويشوفه على المسطره قد ايه، اللي هو الشكل كده زي الرسمه دي كده ماشي، فيشوف ارتفاع البالس قد ايه وعلى المسطره كام ماشي. لان النورمال بيكون 3 سم من الاسترنم لحد الارتفاع بتاع البالس، النورمال 3 سم. فلما كان بيلاقي ان البالس ده اكتر من 3 سم كان يقول لك ده عنده هايبر فوليميا، لو اقل من 3 سم كان بيقول هايبو فوليميا ماشي. وطبعا هو بيقول ان الاسترنم منها الاتريوم المسافه بين الاتريوم والاسترنم 5 سم، فكان يقول لك يبقى ايه الجاجلر فينوس بريشر 8 سم ماشي، اللي هم 5 تحت الاسترنم والتلاتة اللي هو من الاسترنم للايه للبلس. حلو كده، ده الجاجلر فينوس بلس والجاجلر فينوس بريشر. ده اللي هو ايه، ده الفيرست هارت ساوند اهو، طبعا ده الجي في بي اللي هنتكلم عنه اللي هو جاجلر فينوس بلس او جاجلر فينوس بريشر، او اللي هي الويف فورم بتاعت السي في بي يعني. فعندنا 2 بلسيشن اللي هي الاي والفي دي، فكانت الاي بتيجي قبل الاس 1 والفي بتيجي بعد الاس 2. هنتكلم عن الويف فورم دلوقتي ماشي الحال، دي اصلا بدايه القصه كلها 1930. بدايه بقى استخدام الانفيزيف مانوفر بقى في السنترال لاين كان 1967، واحد اسمه ستانلي كودريك
انت عارف في ستانلي كوبريك اللي هو المخرج ده، وفي ستانلي ده كان اسمه ستانلي كودريك. ستانلي كودريك ده كان عنده طفل عنده شورت باول سندروم، وكان عايز يديله نيوتريشن والدنيا بايظه، فراح مركب، جه فكره انه يركب حاجه في انترنال جاوا، فركب فيه لاين واشتغلت وكانت الدنيا حلاوه. 1973 67 بقى كان عملوه اول مره، 73 طرحوا بقى السنترال لاين اول مره في السوق تتباع، يعني بقى في قسطره اللي هو سنجل ليومي، وبعد كده دبل، وبقى ومشيت في السكه اللي احنا بنتكلم عنها دي. وقالوا طب ما احنا نقيس السيستم بقى ايه؟ انفيزيف، بدل ما انا كان عندي رقم ايه 3، ما ممكن 3 ده مش دقيق، يعني ممكن 4 نورمال، ايه اللي يقول ان 4 هايبر فوليميا؟ ايه اللي يقول 2 هايبو فوليميا؟ فاحنا عايزين نحط ارقام احسن يعني. فعملوا بقى قصه ايه؟ السنترال فينوس لاين. السنترال فينوس لاين اتكلمنا عنه، هقيس بيه البريشر ازاي؟ عندي طريقه من اتنين، يا اما بستخدم المانوميتر اللي انا بجيب لاين فينوس لاين، جهاز محلول عادي جدا مليان سلاين والعين هينام سوباين، وعايز اقيس زي ما الراجل ده كان بيقيس ارتفاع البالس، انا هقيس ارتفاع السلاين في الايه في الجهاز قد ايه، ماشي الحال كده في الايه في جهاز المحلول ده يعني. فالعين هينام سوباين هقيس منين؟ قال لك احنا عايزين نقيس، احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن كومبلاينت سيستم اللي هو مش عايزين ننسى الحكايه دي، سوبر فينا كيفا مع الرايت اتريوم مع رايت فينتريكل، عشان اشوف ايه، انا عايز اقيم الليفت فينتريكولر اند دايستوليك فوليوم اللي احنا متوقعين ان البريشر الاند دايستوليك الفينتريكل يساوي الاتريوم يساوي السوبر فينا كيفا او قريب منه يعني، ده بشرط ان الكومبلاينس بتاع السيستم سليم والترايكاز سليم. جميل كده، كلام جميل. فقالك عنها هنام سوباين، الرايت اتريوم مكانه فين؟ قالك والله ده موجود في الفورث انتركوستال سبيس ميد اكزيلري لاين، يبقى العين هينام كذا، دي بدايه القياس بتاعتي من الفورس انتر كوستر ميد اكزيلري لاين، وهشوف ارتفاع السلاين قد ايه. طبعا انت لما تشوف في السورسات هتلاقي مكتوب لك ان النورمال سي في بي من 0 ل 8، 0 ل 8 دي ايه؟ ملي متر ميركوري. تختلف عن السنتيمتر ووتر كام بقى؟ سنتيمتر ووتر طبعا فيها اختلافات كتير، بس الرقم اللي ما بيزعلش حد ان هي تكون ما بين مثلا 4 ل 12 سنتيمتر ووتر. طيب الووتر عرفناه ان هجيب جهاز محلول كده، الميركوري ده جه منين؟ الميركوري جه ان احنا اكتشفنا ان في مشكله في الكومبلاينس زي ما اتفقت كده معاك، ان شرط القراءه تكون صحيحه ان كل الدنيا تمام، لكن لو في مشكله في الفالف يبقى في مشكله في القرايه، لو في مشكله في الاتريوم يبقى في مشكله في القرايه، لو في مشكله في الفنتريكل يبقى في مشكله في القرايه، صح كده؟ فلك طب ما احنا نوصل السنترال لاين ده على ترانسديوسر زي ما بنعمل في الانفيزيف ارتيريال بلد بريشر، عشان هيطلع لي ويف فورم اللي هي الرسمه اللي قدامنا على الشاشه دي، خدت بالك حضرتك، وطلع لك بقى رقم المفروض يكون ادق يعني، ماشي الحال. طيب المونيتور بتقرا بايه؟ بتقرا ملي متر ميركوري. طبعا انت ممكن تغير فيها يعني، انت ممكن من المونيتور من سيتنج تخليها تقرا بالباسكال، تقرا بالسنتيمتر، تحر يعني، بس هو المعتاد ان احنا بنستخدم ايه؟ ملي متر ميركوري. طب انا بتيجي في الامسكيوهات كتير، حول بقى من سنتيمتر ووتر لملي متر ميركوري. انا دلوقتي قست بالمانوميتر اللي هو العادي، جبت جهاز محلول وقست طلع لي مثلا 10، عايز احول ده لملي متر ميركوري، اعمل ايه؟ قال لك هتضرب ال 10 دي في 7 72 من 100، 72 من 100 عشان تحول من سنتيمتر ووتر لملي متر ميركوري، هتضرب الرقم بالسنتيمتر ووتر ده في 72 من 100. طب انا لو عندي رقم بالملي متر ميركوري وعايز احوله لسنتيمتر ووتر، هتضرب في 1.3، يعني مثلا طلع على المونيتور قدامك 5 ملي متر ميركوري، عايز احوله لسنتيمتر ووتر اضرب في كام؟ 1.3. ما علينا. طيب هم راحوا موصلين القسطره على ترانسديوسر عشان يطلع على المونيتور، راح جاي يرسم لهم الرسمه دي. الرسمه دي هم عايزين يفهموا ايه الموضوع. احنا مش عايزين ننسى ان احنا عندنا حاجه اسمها جاجلر فينوس بالز، في 2 بالسات موجوده. فقال خلاص احنا نربط البلسات دي بمين؟ بالاي سي جي بقى، ما هو في بلس يبقى له علاقه بالايه؟ بالاي سي جي. فحطه زي ما انت هتعمل برضو لو انت بتعمل سي في بي وصلته على المونيتور، المفروض تحط الكلام مع بعضه الاي سي جي مع السي في بي ويف فورم الاثنين مع بعض. فلو ان البي ويف اللي هي بتعبر عن الاتريال كونتراكشن يقابلها في السي في بي الاي ويف اللي هي تعبر هنا عن اتريال كونتراكشن، فسموا الويف البوزيتيف الاولانيه ايه؟ ايه دي اختصار اتريال كونتراكشن. لو ان الاتريال كونتراكشن بقى في السي في بي اللي هي الاي ويف دي بتيجي بعد البي ويف على الاي سي جي لاسباب تقنيه، بتتاخر في انها تظهر عن البي ويف سنه، فبتيجي في البي ار انترفال، ماشي كده؟ ده الاي ويف. يبقى الاي ويف اللي هي الفيرست بوزيتيف
في السي في بي هي تعبر عن الاتريال كونتراكشن، عشان كده سميناها ايه، وبتيجي بعد البي ويف في الاي سي جي. بعد كده لقوا ان في سلوب نازل وطالع فيه بلج صغير كده. السلوب ده بيتزامن مع ان بيحصل اتريال ريلاكسيشن وبيحصل فنتريكولار كونتراكشن في الرايت فنتريكل. فقال لك الرايت فنتريكل لما بيكونتراكت بينزل لتحت، فبيعمل نيجاتيف بريشر في الاتريوم، مع كمان الاتريوم حصل في ريلاكسيشن، يحصل ايه، يحصل ان بيحصل ان البريشر بينزل، فطلعت الاكس ويف دي. طب امال البوزيتيف دي، البوزيتيف دي ايه، سموها سي. سي منين؟ سي دي جايه من كلوجر اوف ذا تراكيسبس فالف او كاسبس، لان قال لك ان ما بيحصل التراكيس بيقفل مع كونتراكشن فنتريكل بيبلج كمان الكاسبس بتاعته دي، بتبلج في الاتريوم، تمام، فسموها سي ويف. ماشي، سي ويف دي اللي هي كلوجر بتاع التراكيسبس فالف، او اللي بيقولوا ان في بلج في الايه، في الكاسبس بتاعته. في ناس اكثر دقه بتسمي ما بين الاي والسي اكس، وبعد السي بيسموها اكس برايم، اكس فوقها واحد او فوقها شرطه كده، ويقول لك بقى دي ريلاكسيشن. وده بقى الكلام في كلام دقيق احنا مالناش دعوه بيه، احنا لينا ايه، ان في فيرست بوزيتيف ايه، وفي بعديها النيجاتيف ديفليكشن، ده هو الاكس، بسبب الاكس دي جايه من ريلاكسيشن بتاعت الاتريا مع الكونتراكشن كمان بتاع الفنتريكل، والسي دي طلعت بسبب ان التراكاس بالفالف قفل. السي ويف بتيجي مع نهايه الكيو ار اس، والاكس بتيجي بعديهم وقبل التي ويف، يعني الاكس دايما بتكون قبل التي ويف. بعد الاكس عندنا بقى السكند اللي هو اللي كان بقى جاجلر فينوس بالس، كان ايه قلنا في بالستين، واحده قبل الفيرست هارت ساوند، واحده بعد السكند هارت ساوند، اللي هي الفي. الفي دي بتاعت ايه؟ الفي دي بتاعت الفيلينج، ماشي، دي سيستوليك فيلينج اوف ذا اتريوم. امال سموها في ليه؟ لان الناس يعني بتدلعها بتقول الفينوس فيلينج، فالفي جاي من كلمه فينوس اصلا، فينوس فيلينج، ان الاتريوم في فيلينج دلوقتي، تمام، فسموها في ويف. الفي ويف بتيجي بعد التي، ماشي. بعد كده الواي ديسنت دي سببها الايرلي فنتريكولار فيلينج، في اللحظه دي بيكون تراكيسبس فالف ايه، مفتوح، ماشي. طيب كل ويف من دي جايه في توقيت، اذا لو في مشكله في التوقيت بتاعها هتظهر عندي على الويف فورم. يعني مثلا عن اي اف، اي اف ما عندوش بي ويف، يبقى الاي ويف هتروح فين؟ هتروح في الحلمبوحه، ماشي. الفي دي ساعه لما بيحصل الايه، زي ما اتفقنا دي الفينوس فيلينج. طيب لو في تراكيسبس ريجيرج هيحصل ايه؟ هيبقى في فيلينج من فوق من تحت، فتلاقي الفي ويف دي كبرت، ماشي، الفي ويف كبرت. لو في كونستركتيف بيريكاردايتس، ماشي، يبقى في ليميتيشن للكونتراكشن بتاع الفنتريكل، خدت بالك؟ فهذه الحاله هتلاقي الاكس والواي بقوا صغيرين، هنشوف الصور دلوقتي وهنقول الكلام ده تاني، بس انا بقول لك ان ايه، بيحصل تغيرات في الحاجات دي، كل حاجه تبعا للمشكله اللي متعلقه بالستراكشر اللي بيعمل الويف دي، ماشي. تعال نشوف ده النورمال اللي قلنا عليه، بي ويف كيو ار اس وتي، وعندك هنا الاي والسي والاكس والواي والبتاع عادي، والفي عادي جدا. الاتريال فايبريليشن الاي اف، الاي ويف راحت فين؟ راحت في الوبا. اتريال فلاتر هتلاقي اهات 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 اهات، ماشي ماشي الحال. طيب في الكومبليت اي في بلوك، الاي ويف كبيره جدا، دي سموها كانون اي ويف. كانون اي ويف يعني ايه؟ كانون مدفع، بس هو عفوا المشكله بتحصل ايه، مش مشكله، هي حاجه معتاده في الاكوا بارك، لما حضرتك رحت شرم الشيخ ولا الساحل وطلعت فوق البتاع من فوق وامتناطط في الميه عشان انت راجل عالمي، فعملت طرطشه كبيره قوي، دي بيسموها في حمامات السباحه كانون بول، ان انت نطيت زي كره المدفع في الميه فعملت طرطشه كبيره قوي. فهما طبعا الناس دي خيالها واسع، فقال لك دي هنسميها كانون ويف عشان كده في طرطشه. الطرطشه دي سببها ايه؟ قال لك سببها زي الاي في بلوك كده. الاي في بلوك ده معناه ان في اسينكرونس اتريال كونتراكشن، الاتريوم والفنتريكل حصل كونتراكشن في وقت واحد، ماشي، اما حصل كونتراكشن في وقت واحد والتراكيسبس فالف في النص تايه، ففي زي اوبستراكشن، فطلعت الويف البريشر عالي جدا، ماشي. او لما يحصل ريتروجريد كوندكشن، في مشكله زي ما بيحصل في الفي تاك مثلا، او جانكشن ريزم، يعني ايه، في مشكله في الكونتراكشن بتاع الاتريوم من الحاجات دي، ريتروجريد كوندكشن او اسينكرونس اتريال كونتراكشن زي ما بيحصل في الايه، كومبليت اي في بلوك. بعد كده عندك البريكارديال تامبونات. البريكارديال تامبونات لقينا الاكس زي ما انت شايف كده، والواي ويف التاكليت. الواي ويف التاكليت ليه؟ لان هنا حصل زي ليميتيشن للفنتريكولار فيلينج، ماشي.
الكونستركتيف بيريكاردايتس زي ما اتفقنا عندك برضو في مشكله في الفنت، في ليميتيشن في الفنتريكل، فحصل ايه؟ حصل ان هي بقت زي الام شيب كده، خدت بالك؟ ام شيب ده كونستركتيف بيريكاردايتس. لو انت خدت بالك هتلاقي الكونستركتيف بيريكاردايتس فيها شبه من التامبونات، الفرق ان الواي ويف اللي هنا ابربت وسليرد كده اختفت خالص هنا، ماشي، او قلت خالص يعني في التامبونات، ماشي. دي صوره تانية فيها نفس الكلام برضو، تركز بالريجيرج الفي زي ما قلنا تبقى برومينانت عشان في ريجيرج، فالفي ويف كبرت وخدت السي والاكس راحت، كونستركتيف بيريكاردايتس ام شيب، الاي اف الاي راحت، الفيرست ديجري هارت بلوك، بيطلع حاجه اسمها اتش ويف. اتش ويف دي انت شايف يعني في الصوره اللي فاتت السي في بي ويف عامله ازاي، المفروض الواي دي هتكمل تطلع ايه بقى، الايه بعدها السي عامله زي كتف كده، فلاقي كتف واحد ماشي في الفيرست ديجري هارت بلوك، طلع اتش ويف دي كتف الناحيه الثانيه، فالايه ويف بقى لها كتفين، كتف بعديها اللي هو السي ويف وقبلها الاتش ايه ويف. كومبليت هارت بلوك نفس القصه بتاعت اللي هي الكانون اي ويف، والتراكازبت السينوزس بقى في حاجه اسمها برومينانت اي ويف، دي بقى انا حاطط دي عشانها. البرومينانت اي ويف دي بتختلف عن الكانون ويف، الكانون ويف عامله زي القلم واقف كده، تراكازبت السينوزس بيكون الدنيا وايد شويه. مشكله التراكازبت السينوزس ايه؟ ان مع الاتريال كونتراكشن بيكون في ريزيستنس للبلاد فلو، فبالتالي بيحصل البريشر بيزيد، مش هيوصل للكانون ويف بس بيزيد. احيانا بيكون البرومينانت اي ويف دي ظاهره والتراكازبت فالف سليم، امتى؟ لما يكون في مشكله بعد التراكازبت فالف زي بالمونري هايبرتنشن او بالمونري ستينوزس، ماشي الحال؟ فبتطلع ايه البرومينانت اي ويف دي، دي تختلف عن الكانون اي ويف. طيب ايه اللي ياثر بقى على السي في بي يزوده او يقلله؟ اول حاجه هايبر فوليميا، احنا في الاخر عايزين نقيم الفوليوم، بنقيس بريشر عشان ده هيعبر لنا عن الفوليوم. المفروض ده لو كومبلاينت سيستم مظبوط يبقى السيوري فينا كيفا مع رايت اتريم هيديني فكره عن الاند ديستوليك رايت فنتريكولار فوليوم، ماشي. فهايبر فوليميا دي تزود ايه؟ السي في بي. كاردياك تامبونات هتزود السي في بي. ديكريز كاردياك اوت بوت هيزود سي في بي. فورسد اكسليشن الهارت فيلير. ميكانيكال فنتليشن دي بقى لان احنا عندنا دلوقتي احنا بنتكلم عن كومبلاينت سيستم برضو، فبتاثر هو بالانتراثوراسيك بريشر، الحاجات اللي هتزود الانتراثوراسيك بريشر هتاثر على السي في بي، من ضمنها لو ميكانيكال فنتليشن وانت حاطط بيب. عشان كده اقول لك لما انت بتقيس السنترال فينوس بريشر لو هتستخدم مثلا بالمانوميتر او اي حاجه، المفروض ان انت بتخصم البيب من القراءه، يعني مثلا تقيس السي في بي طلع 15 وانت عامل البيب 6 يبقى السي في بي كام؟ يبقى 9، ماشي؟ هتخصم البيب من القراءه. بلورال افيوجن، البالمونري امبوليزم، بالمونري هايبرتنشن، كل الحاجات دي تزود سي في. ما احنا قلنا ان الهايبرتنشن والحاجات دي ايه هتعمل برومينانت اي ويف. تنشن نيموثوركس، ماشي. طيب اللي يقلل السي في بي هايبوفوليميا، ماشي، ديب انهاليشن، ديستريبيوتيف شوك، ما السيبتك شوك والحاجات دي كلها. في هذه الحاله انت هتعمل ايه لما تلاقي السي في بي قليل؟ حضرتك هتقوم مدي العيان اللي هو بيسموه التشالنج فلويد تيست، دي مثلا 500 مللي ملح، ده كومبلاينت سيستم، المفروض الفوليوم هيزيد فهيأثر ان البريشر هيزيد، فتعرف ان ايه المشكله في الفوليوم. طب اديت العيان محلول وما اتحسنش يبقى في مشكله ثانيه غير الايه؟ الفوليوم، ده المفروض يعني. ده بالنسبه للسي بي سي والسي في بي. هنتكلم دلوقتي عن البلمونري ارتي كاثر باعتبار ان لها علاقه باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اتفقنا ان في مشكله في السي في بي ان القراءات ممكن تكون مش دقيقه، لو في مشكله في الكومبلاينس بتاع الفنتريكل، في مشكله في الفال، في مشكله في كذا، فالناس قال لك احنا عايزين حاجه مور ادفانسد عشان نشوف قراءات صحيحه وتدينا تعبير حقيقي عن العيان والفوليوم بتاعه البريلود والافتر لود والكونتراكتيليتي وكده. ففي سوان جانز، سوان طبعا ده اسم الاسم التاني، سوان جانز ده البلمونري ارتري كاثيتر. ناس كتير متخيله ان سوان دي عشان هي شبه البجعه فسموها سوان، لكن هو في الواقع ان سوان وجانز دول اتنين ستات عالمتين اخترعوا القصه دي كلها. وقف الشاشه، اعمل بوز للفيديو واقرا بقى الاسباب دي كلها اللي قدامك. دي الجنرال انديكيشنز للسي في للباك، لكن احنا هنقول بقى ان بريف امتى اركب بلمونري ارتري كاتيتر. لو العين عنده مشكله او انا هعمل عمليه كبيره، ماشي الحال؟ فمثلا conditions in which there is dissociation between left and right atrium pressure، ماشي؟ atrial pressures يعني زي left ventricular failure with
بالمونري اديما او ريسنت ام اي، انترستيشن بالمونري اديما اوف اني ايتيولوجي، كورونيك بالمونري ديزيز، فالفر هارت ديزيز، عين عنده ايه مشكله. سبيسيفيك سيرجيكال بروسيدجرز اللي هي الحاجات الكبيره زي الكاردو بالمونري باي باس، ميجور فاسكولار سيرجري زي ما كنا بنعمل في السي في ايه في السي في بي، والهيموراجيك شوك والسبسز والماسيف تروما والبرن والحاجات دي. لان قال لك ان انت هنشوف احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها ميكسد فينوس ساتوريشن او ميكسد بلاد ساتوريشن، ده ممكن بيه تقدر تشخص الشوك اللي عندك سببها ايه. طيب الاسطره دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من خرطوم وله اربع فتحات، والاربع فتحات دول لهم بورتات من بره المفروض. يعني تعال نبدا من الديستال. ديستال بورت، الفتحه الديستال دي اسمها ديستال بورت. ديستال بورت يعني ابعد حاجه خالص في طرف الاسطره. قبليها بشويه في حاجه اسمها البالون. البالون دي بالونه المفروض فيه سرنجه بتيجي مع السيت السيت بتاع الباك 1 سي سي. البالونه دي بتتنفخ في مرحله معينه عشان تعمل حاجه معينه هنتكلم عنها دلوقتي. المفروض ان انت قبل ما تركب القسطره دي بتجرب البالونه بالسرنجه اللي جايه مع الجهاز نفسه، تشوف هي بتنفخ ولا بتنفخش. ماشي. قبلها على طول اللي هي المسافه بقى، البورت رقم 2 رقم 2 ده بيكون المسافه بينه وبين الديستال بورت دي 4 سم. ماشي. دي بتوصل اسمها بورت 2 ثيرمستور، ودي بيكون فيها ثيرمستور ثيرمومتر بتقيس بيه البلاد تمبريتشر زي ما كان في التمبريتشر والهيت لو انت فاكر. وممكن تعمل حاجه اسمها ثيرمو دايليوشن تكنيك بتقيس بيها الكارديك اوتبوت. البروكسيمال بورت بقى رقم واحد، دي بتكون موجوده لما تحط بيرفكت بليسمنت اوف ذا باك، بتكون موجوده في الرايت اتريوم. ماشي. رايت اتريوم يعني ايه؟ يعني زي السي في بي بالظبط، بتدي فيها محاليل، تدي فيها دم، تقيس منها السي في بي، تسحب منها عينات اللي انت عايزه، كانك مركب سي في بي. فدي كانها سي في بي ومعاها شويه حاجات كده. خلاص ماشي. البتاع دي بتركب ازاي؟ بص يا سيدي المعلمين، نفس القصه، في ابره وفي جايد واير وفي شيث. شيث ده بتدخل فيه انت القسطره. ماشي الحال. بتعمل ايه؟ انا دلوقتي لو انت شفت الصوره اللي فاتت، الديستال بورت ده مدخله جوه البالمونري ارتري، وبنفخ البالونه عشان اعمل حاجه اسمها ويدجنج، ان انا بحشر القسطره دي في مكان ما عادش ينفع تتزق بعديه. خلاص. طيب انا اعرف القسطره موجوده فين ازاي؟ يعني هي عدت دلوقتي من انترنال جوجلر فين مثلا على الرايت اتريوم، على الرايت فينتريكل، على البلمونري ارتري، لحد ما بقت ويدجت في الاخر. انا اعرف القسطره موجوده فين ازاي؟ قال لك بص يا سيدي المعلمين، الديستال بورت ده دي اول حاجه بتخش جوه جسم العيان، دي بورت عاديه جدا وليها فتحه بورت من بره، ما هي خرم في القسطره من قدام وبورت من بره. اذا لو انا وصلت عليها هنا، وصلت هنا ترانسديوسر بتاع السي في بي، ماشي، المفروض ان هي تديني ويف فورم شبه السي في بي وهي داخله مثلا في الرايت اتريوم. ماشي الحال. فهم مثلا جابوا القسطره اهي، حطينا الابره والجايد واير والشيس، ودخلنا القسطره داخل جوه الفين والدنيا تمام، انترنال جوجلر فين يعني، وزقينا ومشينا. اول ما تخش الرايت اتريوم هتعمل ايه؟ احنا وصلنا على ترانسديوسر دلوقتي زي السي في بي بالظبط، هترسم لي سي في بي عاديه جدا، هترسم لك الويفز بتاع السي في بي اللي هي الاي والسي والاكس والفي والواي، صح كده؟ وهتطلع لك على المونيتور قراءه البريشر سي في بي عادي جدا. يبقى انت كده عرفت انت فين، عرفت انت فين منين؟ من الويف فورم اللي مرسومه والقراءه بتاعت البريشر اللي انت قاريها على المونيتور. ماشي الحال. ماشي الحال. زقينا كمان شويه، دخلت جوه ايه؟ الفنتريكل. هيحصل ايه؟ هيحصل الويف فورم هتختلف في الشكل، ما انت الفنتريكل غير الايه؟ غير الاتريوم المفروض، لان هيكون في سيستوليك وديستوليك بريشر بقى. فما تخش جوه الفنتريك هتقرا سيستوليك هيكون ما بين 20 30 ملي متر مركبي، والديستوليك من 0 ل 8 اللي هو بيكون ايه؟ شبه السي في بي. احنا كنا بنقول ان الانديستوليك بريشر في الفنتريك قريب او يساوي الاتريوم، يساوي سوبر فينا كيف، عشان دي فكره السي في بي اصلا. فانت هنا هتلاقي الديستوليك اللي هو الانديستوليك اللي احنا المفروض كنا بندور عليه في السي في بي يعني هيساوي مين؟ الاتريوم، صح كده؟ طيب لكن في سيستوليك بقى اللي هو كام؟ من 20 30 ملي متر مركري، وهيرسم لك الويف الفظيعه الكبيره دي. يبقى انت كده عرفت ان انت فين يا معلم، ان انت في الايه؟ في الفنتريكل. انا عايز بقى اطلع القسطره فين؟ في البالمونري ارتري. في اللحظه دي هجيب السرنجه اللي احنا قلنا عليها اللي جايه مع الست، وفي البورت رقم 3 هتنفخ البالونه. ماشي. وبعدين انت ادفانس، فالمفروض ان القسطره هتقوم داخله فين؟ في البالمونري ارتري. اول لما دخل في البلمونري ارتري ده استراكشر جديد ببريشر جديد وويف فورم جديده. فهتلاقي في هذه الحاله ان رسم المنظر اللي انت قدامك ده،
السيستوليك هيقل شويه عن الفنتريكل، والديستوليك هيزيد شويه عن الفنتريكل، هيطلع بقى ان السيستوليك ما بين 20 30 ملم مركوري، والديستوليك من 8 ل 15. ماشي الحال، ماشي الحال. بعدين طبعا الارقام دي هتلاقيها مختلفه من كتاب لكتاب وسورس لسورس. شوف بقى لو انت عندك امتحانات لسه يعني، شوف الجامعه بتاعتكم بتمتحن منين يا عم الحاج، وشوف ارقامهم بقى. بعد كده هتادفانس القسطره كمان لحد ما تبقى ويدجت بقى، ويدجت في كابيلاري. ما احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجه اسمها بالمونري ارتري ويدج بريشر، او اللي هو بيكتبوا ايه بي سي دبليو بي، بالمونري كابيلاري ويدج بريشر. خلاص القسطره اتحشرت في حته، في اللحظه دي هتطلع لي قراءه. القراءه دي لا 8 ل 12 ملم مركري، دي بقى قراءه مفيش ديستولي، هتطلع لك بس رقم واحد، وهترسم لك الويف فورم الاستانت دي بدل الخابور الكبير ده. لقيت الويف فورم ايه صغير، اللي هي برضو فيها شبه بمين بالسي في بي. المفروض ان الويدج بريشر ده بيعبر لك عن الليفت فنتريكولر بقى بريشر بقى. ماشي، يبقى انت هنا بقى عندك قراءه لها علاقه بالبريلود من الاتريوم والفنتريكل، وبعد كده عندك الويدج بريشر ده بيديك فكره عن الليفت فنتريكل، فانت كده كمان عرفت الايه الافتر لود. دي بتقولك اليومنز اللي احنا قلناها، البروكسيمال اليومن اللي هي المفروض موجوده في الرايت اتريوم، من بينها وبين التيب حوالي 30 سم، هتقيس فيها السي في بي دي اللي موجوده في الرايت اتريوم وانفيوجنز والحاجات دي. الديستال اليومن دي اللي عند التيب، دي اللي هتجيب لك البلمونري كابيلاري ويدج بريشر، وسامبلنج اوف ميكسد فينوس بلاد اللي ممكن تشخص بيها اسباب الشوك، والشوك دي ايه قصتها. وما تنساش ان دي وانت داخل اصلا بتوصل عليها الترانسديوسر عشان تعرف انت مكانك فين. والبالون اليومن دي اللي بتنفخ فيها البالونه، والثيرموستر اليومن دي اللي هي بتبقى قبل البالونه، منها بينها وبين التيب 4 سم، ودي بتاخد فيها البلاد تمبريتشر ميجرمنت بتاعه، والثيرمو ديليوشن تكنيك والحاجات اللي شبه كده. ماشي، مشاكل الباك، الكانيوليشن نفسه وانت داخل نفس الكلام، كايلو ثوركس لو على الناحيه الشمال ممكن تعمل انجر الارتري، الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي. بالمناسبه الباك المفروض طولها يتراوح ما بين 60 سم ل 110 سم. ال 110 سم دي ممكن تركب فيمورال. ماشي، طبعا معظم الناس اتفقنا في الحاجات اللي من النوع ده بتفضل الرايت انترنال جاجر، لانه هيكون اسهل وداخل على الاتريوم على طول، مفيش انجلز، مفيش فكره ان ايه ان يبقى في مس بليسمنت كتير يعني. الكاثترايزيشن نفسه بيعمل الريذمي عادي جدا، انت داخل جوه الفنتريكل عمدا، فممكن تضرب الرايت باندل، فالعين لو عنده مشكله في الليفت باندل هتعمل كومبليت هارت بلوك. نوتنج اوف ذا كاثيتر انتو رايت فنتريكل، انت نفخت البالونه وزقيت عشان تخش الارتري البلمونري، ممكن ما تخشش وتلف وتعمل عقده، وبشوف اطلعها ازاي. بالون رابشر تبقى الستاره باظت، بالمونري انفارشن هيحصل اسكيميا، انفكشن كالعاده، بالمونري ارتري رابشر. ماشي، استخدامات الباك ميجرمنت اوف بالمونري ارتري بريشر والليفت فينتريكل بريشر والحاجات دي، هنعرف الليفت فينتريكل بريشر نعبر عنه بايه بالويدج بريشر. اسسمنت اوف فيليوم ستاتس بتاع العيان، عندك بقى سي في بي وعندك فينتر، عندك كل الارقام انت عايز ايه تاني. ميكسد فينوس بلاد سامبلنج والكارديك اوت بوت ميجرمنت باي ثيرمو ديليوشن تكنيك، وهيمو ديناميك فاريز مش عارف هتطلعها بقى، تطلع حاجات كتير. ممكن تعمل ميكسد فينوس اوكزيمتري، دي اتكلمنا عنها في البلس اوكزيمتر لما قلنا ان في انفيزيف اوكزيمترز كان من ضمنهم البلمونري. انتركافيتري بيسنج واي جي واي سي جي وحاجات كده. المهم ايه؟ هنطلع حاجه اسمها هيمو ديناميك فاريبل درايفد بقى. احنا دلوقتي الفاريبلز اللي احنا طلعها دي، احنا الجهاز البتاع دي طلعت لك ارقام، طلعت لك السي في بي في الرايت اتريوم بريشر والفنتريكل والبلمونري ارتري والايه والفيج بريشر، وجبنا الكارديك اوت بوت بالثيرمو ديليوشن تكنيك. الحاجات دي مع بعضها نضربها في الخلاط تطلع لك الاتي. حاجه اسمها كارديك اندكس، كارديك اندكس هو حاصل قسمه الكارديك اوت بوت على البادي سيرفيس اريا. النورمال بتاعها 2.8 4.2 لتر بير مينت بير ايه متر سكويرد. ماشي، ستروك فوليوم، ستروك فوليوم انت فاكر كارديك اوت بوت كان بيساوي ايه؟ هارت ريت في ستروك فوليوم. احنا معانا كارديك اوت بوت وعندك الهارت ريت، صح؟ يعمل لك ايه ستروك فوليوم قد ايه؟ الطبيعي من 60 ل 80 ملي لتر بير بيت. طيب ستروك اندكس، ستروك اندكس ده الكارديك اندكس اللي احنا جبناه اول واحد ده هتقسمه على الهارت ريت يطلع لك ايه. يبقى انت معاك الستروك اندكس النورمال بتاعه من 40 ل 65 ملي لتر بير بيت بير متر سكوير. ماشي، السيستميك فاسكولار ريزيستنس معاك المين ارتيريال بلاد بريشر
هتطرح منه السي في بي اللي انت جايبه مرايه اتريوم، هتقوم حاطط ترانسديوسر او تجيب مانوميتر للسي في بي كده. ده المفروض انت لو انت هتعمله مانوال يعني تقعد تحسب مع نفسك يعني، ماشي. تسمع كارديك اوت بوت ضرب في 80 هيطلع لك المفروض يكون من 900 ل 1400 داينز بير سكند بير سنتيمتر ايه تو ذا فور تو ذا فيفث يعني، ماشي، الاس 5 يعني. الداين ده وحده قياس من قياسات الفورس. المفروض ان 1 نيوتن بيساوي 100000 داين، ماشي. والبالمونري فاسكولار ريزيستنس نفس الرقم ده نفس دي يعني، بس بدل المين هحط المين ايه بالمونري ارتري بريشر. البالمونري ارتري بريشر كان طالع لي سيستوليك وداستوليك، ففيهم مين، هجيب المين بتاعهم واطرح منه ايه البالمونري كابلاري ويدج بريشر اللي انا جبته لما كانت البالونه منفوخه. طبعا بعد ما بجيبه بفضل البالونه وخلاص بس في مكانها ونعيش حياتنا بقى، ماشي. تقسمه برضه ايه على كارديك اوت بوت وهضرب برضه في 80، يبقى سيستميك المين ارتري بلاد بريشر ناقص السي في بي، البالمونري مين بالمونري ارتري بريشر ناقص ايه الويدج بريشر، تضربه في 80 يطلع كام؟ من 150 250 داينز بير سكند بير سنتيمتر ايه تو ذا فيفث. والداين قلنا وحده قياس فورس، وان 1 نيوتن هيساوي 100000 داين، ماشي يا سيدي المعلمين. كان يوم لذيذ، خلصنا كده يا باشا السي في بي والباك. اتمنى ان انت تكون انبسطت. الى لقاء قريب جدا ان شاء الله. ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير، وادعوا لنا يا جماعه عشان احنا عندنا مشاكل، فيعني ادعوا لنا ربنا يفرج. والى لقاء قريب جدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.